شاب سوري مقيم في ألمانيا، له جيران ألمان رجال ومرأة بيساعدوه بتعلم اللغة، بيساعدوه بعض الإجراءات إلى آخره يعني، وهو بيساعدهم أحيانا بيرشدهم لنصوص باللغة العربية إنه يقروها. فمرة طلبوا منه إنه يترجم له القصة من العربي إلى الألماني، فاستطاع هو يعني كتجربة ترجم له القصة. القصة فيها الحادثة التالية، إنه في وحدة كانت عند صديق لها في بناية في مدينة كبيرة، يقول دمشق حلب يعني، كانت عند صديقة هاي، ولما طلعت فتحت الباب ببطء وغطت رأسها هيك، وغطت رأسها هيك ما مبين غير منخارة وعيونها يعني، وحطت شلحة شحاطة أو اندرتا حطتها تحت أبطة، ظلت حفيانة وصارت تتلقس ونزلت على الدرج شوي شوي وهي تطلع من هون من هون، لحتى صارت برا البناية، لبست الاندرة ومشت شوي شوي لحتى صارت بعيد، بوقتها مشت طبيعي يعني. هو شو عمل؟ هو كمان طلع من العين الساحرة، فتح الباب زيقه، ما لقى حدا طلع. فهن لما نقروا القصة هدول الألماني ومرته ظنوا انه هدول المرأة والشاب مشتركين بجريمة، يعني السيدة والرجل مشتركين بجريمة، مثلا سرقة شغلة، فبده يموهوا على الآخرين. فسألوا لهذا الشاب السوري انه ليش هيك صار معهم، قام قال لهم يعني بصراحة هاي الشغلة كيف بدي اشرح لكم، هذا شيء له علاقة بالعرض. فهدول هو قال لهم شيء اسمه بين قوسين العرض، عرض. قالوا له قرد ايش يعني قرد، ما فهموا يعني. قام قال لهم يعني الشرف. قالوا له فهمنا، يعني عندكم في بلدكم الشرف يعني ان تلبس المرأة تغطي كل وجهها تمشي حفيانة في الشارع بيكون صارت شريفة يعني، هنيك فهموا يعني. فقال له لك يا أخي ما بهيك القصة، القصة إنه هاي المرأة لو كان حدا ضبطها لما كانت عند هذا الرجل كان ممكن تنقتل. لا يسلموا، قال له المتنبي نفسه هو شاعر كبير في اللغة العربية، هو بيقول إنه لا يسلموا شرفه الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. إن لما سمعوا الدم هذول ارتعبوا، قالوا له كمان دم يعني. هو الحقيقة هذا الرجل حس إنه علق في مشكلة يعني ما ممكن حلها بسهولة، يعني مشكلة إنه في ثقافتين، الثقافة الألمانية والثقافة اللي عنا، لا نحن بنفهم عليهم ولا هن بيفهموا عليه. يعني إذا بدي أقول له إنه هو هذا الرجل ممنوع يستضيف المرأة لأنه ما هي مرته ولا هي أخته ولا أمه في بيته، فبدي تقول له هاي المرأة إنه كيف أنا بنتظر ليروح جوزي على الشغل وبيجي لعندك على البيت مشان علمك ألماني، يعني أنا هل أنا يعني بهالحالة قليلة شرف؟ المهم لما قال إنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه ودمه، الرجل الألماني والمرأة الألمانية اثنيناتهم قالوا له وقف، أنت أكيد هون أوردت كلمة الدم بالخطأ، لأنه مستحيل يكون الشرف ما بيتحقق إلا بالدم. شرح لنا هاي الفكرة، فهو حاول يأجهد نفسه يعني في الوصول إلى شرح. بالأخير قال لهم يعني لو هاي المرأة كمشوها مع هذا الرجل في البيت بدي يعتبروا أنه العرض إن تم العدوان عليه يعني، والشرف كمان تمت إهانته للشرف، ولذلك بدهم يعودوا يضطروا يقتلوا المرأة. فبرجعوا مرة ثانية بيقولوا له وقف، هي المرأة يعني لحالها اللي تدان
وهي الوحيدة اللي غلطت حتى تنقتل، ولا الرجال يعني قام بنفس الفعل وكذا. قام قال له خيو بتكون هي بقى بصريح العبارة، من الأخير نحن هيك هيك نحن بنشتغل، غلطوا اثنين نحن نقتل المرأة وبس.